اخباركم زينين ان شاء الله، يا رب تكونون بخير. بما يجينا عبري وان شاء الله اكون رايد ناخذ المسافه بعيده على مود نقطع 10,000 اكثر. ارد اسولف لكم عن موضوع كلش مأذيني، يعني موضوع الطسات. يعني بالعراق شغله غريبه، الشارع اللي المفروض بيه طسه ما تلقى بيه طسه، والشارع اللي المفروض ما بيه ولا طسه كله طسات. زين ادري شو نسوي، يعني شو نسوي؟ ويشالك. هلا وحبيبي ليش كان مرتين. الله 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 منو؟ شلون صحتك؟ ماركو. شلون؟ الله شلون؟ يعني انا كنت ثاني اي عبري يصعد وياي، انه يصعد وياي ماركو في اي بي لازم تدفع 10. يعني العبري بحث هو حتى المنطقه قالها بتحشيشه، قال الاسكان مرتين. الله يحفظك حبيبي. هذا العبري. شلون صحتك؟ الله. انت سمعتني شو تحكي عن شنو؟ والطسات اكيد. وليش صعدت وياك؟ الله. الموضوع كان مشي. ماشي عادي يعني راجلا بس انت موضوعك استفزني. شلون انت ابو تاكسي وتشتكي من الطسات؟ انا اشتكي، انا انسان على باب الله ترى، وعلى قد حالي وما لي علاقه باحد يعني، بس اشتكيت من الطسات. ما يصير. ما انت اختارت هذا السلك لازم تحمل، طبيعي لازم. ها ما يصير انت ابو تاكسي ترى ضار مستجد. اي والله بحيث الطسه حسب قلبي. حتى سيارتك ما بيها من هاي الدعاب اللي هنا. لا لا وعندك كنا وصله، انت انا قاعد بصفك انت والسوق فسوي هيك حد بس مني منك ولا زحمه وتمسح لي الدكتات ونظيف بس ولازم هو لازم. ايه هاي عندك سطله ورا السياره وشامبو تنزل تغسل التايرات يسموها الحواجب. اي والله. الطسات شو بالك؟ الطسات شو اخبارها وياك؟ الطسات شوف اكو عندنا مثلا شغلات تصير عندنا، الشارع اللي مبلط الكامل ما بي ولا طسه هذا مزار. لا والله ما يصير اصلا، تخلي كبوس احمر هنا من اول شارع. ليش؟ ما حد يفوت له ما ينقصه تمام وسخه. شو صار؟ طليان ما طليان ما تفوت، ما مستحيل. ليش؟ انا اقول لك ليش. طيب لانه احنا لازم تكون عندنا طسات حتى تمشي الايادي العامله. ها انت ابو تاكسي لازم تكون عندك علاقه ويا حداد الصدر. حداد الصدر هذا صح. اعرف انت علاقتك ويا حداد الصدر اقوى من علاقتك باهلك. صح. من امك شخصيا تخابره وحالات واتساب وجمعه مباركه. اي بالضبط. اي لازم تدخل حتى بجروب العائله. شايف من عمك يجي شلونكم جايكم وين جاي؟ وين جاي؟ لازم عيد ميلادك يجيب لك فلنجات صغار. صح. زين صح. واذا كلش كلش اذا كان عندك ابن نجح من السادس هذا البطل زيت وما الدهن عفوا مال ديسكات وبظهره ميكي ماوس. واذا عندك بنيه ماشي والدب. واذا كلش كلش مثلا ياخذ بس اجره ايده يعني ما ياخذ فلوس. بالضبط. ايه ايه بس يجيك يقول لك هذا بارك لك بس 5000 برايد. ايش هذا؟ مال العامل. هذا يجي كم الباب راسا تقريبا نص ايده. زين مال فيلم مال فانتاستيك فور اكو واحد مطاطي فوت لي يمك رجلي هناك اني بالموصل لبيتنا بس اريد الف ارجع وبغداد. زين شو رجع؟ ما اعرف طبيعي. راح تروح طيران يعني. لازم لو تشوف راكو برنس وبالبنزيخانه هاي المول لازم تشتكي بعد. زين استغربت واحد مثلك يشتكي من مواضيع اصلا. اكو شغلات احنا مثلا سريع محمد القاسم. زين محمد القاسم نفسه ما قابل يسموه سريع. اي والله شايف الطسات ذاك يوم صارت بيا كنت صاعد ويا واحد جيمش وبطيء وانا بعد تعرف مو من هالبغداد يعني. هذا شو اسمه هذا؟ قالوا هذا سريع محمد انه بيقول الوقح يقوله سريع وهو ماشي 20. شلون تحس السريع يهتز بيك؟ والله قال كذب ما استحى والله قال هذا سريع محمد القاسم وك ماشي 20. ما يصير ما يصير اسميه محمد القاسم نهائيا ما يصير. هو ده اقول لك اهانه يعتبر. انزين وارد افهم هو ليش يسوون طسات يعني؟ شوف. ابو البيت ليش يسوي طس؟ اكو مثلا تلقى يعني شارع مبلطي جديد طبعا. زين. شنو بعد ما نزرع وقدموا شو اسمه القوائم ولما شاف هاي مال الم لك توقيع نفس الحاله طبعا عادي. هذا شو يسوي؟ هذا يسوي راسا طسه قدام بيته. يخلي كرسي ونرجيلته عشان نعناع وولده يشتغلون عاد هو لازم يعني مسوي اولاده مدينه العاب. بالضبط. ليش؟ انا اقول لك ليش؟ والله ولدي يريدوا يلعبون. تخيل هذا الطفل من يكبر ما يريد لعابه لو سياره. لا. بابا يريد تسه. اي والله ويفتحوها له يسوي له تس. فهاي عندنا التلكات احنا. والله انت المفروض ما تشتكي من اصلا الطسه طالعه على سنون. شايف انها تعض التاير هاي ورا 3 سنوات يعني. بالضبط. اي اصلا اكو عندنا طسات هسه مثلا اذا هسه من نحرك اوديك على سرع مال حي العامل يسموه. من سرع مال المطار من حي العامل اكو طسات مفروض يعني تنظاف بالجغرافي. يعني تلال حي العام. الله. أي. بس شكل اي سلسله هضاب حي العام. اي وتلقى اكو سيارات عندنا كلش متينه وتنغش وتتبرش. المشكله وين؟ انه هاي الطسه ابو السابع يجي يطب بها بطوب طبا ويا ابو الرانج. بالضبط. اي وابو الرانج او ابو اللاند كروز اللي هو جبلي المفروض عادي طين على كيف ايه ينزل. وعندك هاي ابنه مرات يكون ابنه طبعا هو ابو الرانج لازم اقرا ولا بس مناظر هو ابو اللاند كروز. دائما ابو اللاند كروز يخلي اغلبهم يعني مو كلهم يخلي هاي الفدراليات. اي طبعا هو ماكو شايكي بس عود يعني مخابرات وشغل تمرين حتى بالشتاء. اي عافيه لازم الجمل هو يجي يعني
ويدخن اغلى انواع السجاير. زين. معلومه ما عنده فلوس بنزين. لا لا بس هو لازم هذا. لازم. لازم مالي بورو لو بارلمنت. بالبيضان والاوسكار والكذا. ما دائما يكون عنده يشفد طفل على صفحه، بابا انزين شيل لك اياها. انت تدري هاي بيش؟ انت تدري هاي الحداده مالتها بيش؟ هسه انت وين تروح؟ هسه انا قلت لك الاسكان، بس وديني وجيبني بشرفك. وارجعك ونوب تمشي مشي. بالضبط. اه يلا اوكي. لانه موضوعك استفزني فاخسر يلا. اخسر براحتك. اليوم جبت لكم ضيم براس 60 ويش يقولها لو شلون يقولها براس 60 حظ هنا لو البث المباشر لو ما تخيل اذا حكت وقع حظين. مع السلامه. شوف الحلقه الكامله حصريا على موقعنا www.utviraq.net